ونبقى في المغرب، حيث تم اليوم بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعاصمة الرباط التوقيع على عقد الهبة التي قدمتها أسرة المرحوم عبد الرحمن اليوسفي للمؤسسة الوطنية للمتاحف، وذلك حسب ما أفاد به بلاغ للمؤسسة. وأكد البلاغ أنه تم توقيع هذا العقد بين زوجة الفقيد هيلينا اليوسفي ومنفذ وصية عائلة اليوسفي عباس بودرقة ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي. وأكد البلاغ أن هذه المبادرة تبرهن على سخاء كبير وعلى القيم الوطنية التي تحلى بها الراحل عبد الرحمن اليوسفي، وتجسد التزامه بتطوير الثقافة وجعلها في متناول الجميع. وأعربت المؤسسة الوطنية للمتاحف عن امتنانها لهذا التبرع والتزامها بتخليد ذكرى المرحوم عبد الرحمن اليوسفي بين المغاربة. وللحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عباس بودرقة، منفذ وصية عائلة الراحل عبد الرحمن اليوسفي. سيدي أهلا ومرحبا بك على شاشة ميدي آن تي في. نود في البداية أن نتعرف منكم على الصيغة التي كتب بها الراحل عبد الرحمن اليوسفي هذا الطلب الخاص المتعلق بالتبرعات في وصيته، وأين أيضا تموقعت في الوصية بالنظر لأن هذا الرجل يعني بقي وفيا للإيثار والعطاء حتى وهو يكتب وصيته. شكرا جزيلا على الاستضافة. أولا نشكركم على هذا المبادرة ديال التعريف بهذا الإعلان على هذا الرغبة ديال السي عبد الرحمن اليوسفي. وفي الحقيقة كان العديد من الأصدقاء كيحاولوا السي عبد الرحمن باش ينشأ شي مؤسسة بحال المؤسسات الأخرى ديال بحال السي عبد الرحيم بوعبيد والسي علال الكاسي الله يرحم الجميع. وكان في الشغل بالنسبة لبالو ماشي هذا هو اللي بغى، يعني ماشي هذه الرغبة ديالو، خصو كيف هذا التراث ديالو اللي جمعه هو خلال السنوات ولا حتى المبالغ المالية اللي تقضاه هو على رأس الحكومة أو يتقاضى المعاش ديالو ما كانش كيقيسها. كانت باعتبار أنه بالنسبة ليه المهمة اللي تكلف بها في الوزارة كوزير أول هي مهمة وطنية، وبالتالي ما كتستوجبش تكون عندها واحد الراتب. وخلى داك المسائل كلها، ولكن في الأخير يعني بعد مناقشة معاه وطويل المسائل يعني قرر أنه كل ما يعني يوفر في هذه المسائل تعاد إلى الدولة، ولكن بطريقة أخرى باعتبار أن الخزينة لا تسمح بعودة الأموال اللي خرجت منها. ففكر في مؤسسات المتاحف أولا لعدة أسباب. بالنسبة للسي عبد الرحمن أن أي تنمية بشرية لا تعتمد على الثقافة مهما كانت القدرة ديالها في الاقتصاد وفي ميادين أخرى، لا يمكن أن تحقق الأهداف المتوخاة منها. فلهذا اختار مؤسسة المتاحف وخصص لها كل ما كان يعني راكمه. وبالنسبة للوثائق اللي تراكمت عنده أيضا قرر أنها تعطى الأرشيف المغرب، والكتب تعطى إحدى المكتبات اللي يستفدوا منها المغاربة. طيب سيد بودرقة، إذا تفضلت نريد تفاصيل أكثر عن طبيعة هذه الهبة. طبيعة الهبة تفاصيل أكثر. أولا سي عبد الرحمن كان عنده واحد الحساب ديالو الخاص يعني فتحه هنا في الدار البيضاء، كان كيحول ليه المبالغ اللي مشات هذه أولا. ثم واحد الحساب مشترك ما بينه وبين هو زوجته، ثم المنزل اللي كان كيقطن فيه هو وزوجته بما فيه من أثاث ومن لوحات ومن ترشيحات وشيحات إلى آخره، وزوج السيارات اللي كانت عندهم كيوهبهم أيضا لهذه المؤسسة المتاحف. بالإضافة لهذا زوجته أيضا عندها جوج ديال المنازل في فرنسا في كان، قررت حتى هي هذوك جوج المنازل مع الحساب ديالها البنكي اللي موجود هناك انها تهبهم المؤسسات المتاحف. هذا بصفه خاصه يعني يعني التفاصيل ديال الاشياء اللي يعني كل ما راه كان في حياته تقريبا هو ولا زوجته، لان زوجته يعني مع كامل سف ما تباها وما تخوتها فورثت عندهم ذاك ما ورثت زوجته عن اهلها حتى هي، وهبته لمؤسسات يعني على خطى زوجها باعتبار ان هذه هي الرغبه ديالها. السيد عباس بودرقة، منفذ وصية عائلة الراحل عبد الرحمن اليوسفي، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به. شكرا سيدتي.